السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم معاكم عن اليوم راح نتكلم معاكم عن أبل كير أو أبل كير بلس. إيش ميزة أبل كير بلس؟ وش الفرق بين أبل كير بلس وأبل كير الثاني اللي نزلت في أمريكا؟ ما أدري هل الدول الثانية نزلت ولا ما نزلت، اللي هي أبل كير بلس زائد السرقة أو فقدان الجهاز. فكبداية، جهازك إذا شريته جديد ضمان عادي، إذا اخترب مثلا عيب مصنعي تقدر تغيره مدة سنة تقريبا على حسب الدولة. تقريبا السعودية وزارة التجارة جبرت أبل أو جميع الأجهزة اللي تنباع داخل السعودية لازم تشتري جهاز من السعودية يكون سنتين، لكن الضمان حق السنتين هو ضمان عادي. ضمان مثلا إذا صار شيء عيب مصنعي في الجهاز، ما في شيء إذا كنت أنت خربت الجهاز. فراح نتكلم معكم عن أبل كير بلس، شو ميزتها وش الأشياء اللي راح تستفيد منها إذا اشتركت فيها. كبداية، الأجهزة المدعومة هم 8 أجهزة من أبل، لابتوبات أبل، كمبيوترات حقتها، شاشة أبل 6K الجديدة اللي هي أبل XDR تقريبا اسمها، أبل تي في، الآيبود، الآيباد، الآيفون، ساعات أبل والإيربودز. فهذه 8 أشياء كلها هي اللي مدعومة في أبل كير بلس. فلو نتكلم كبداية عن الآيفون، الحين عندك الآيفون مثلا بتغير البطارية، نزلت تحت 80% ورح تغيرها. إذا كان عندك الآيفونات الـ 11 من طالع رح تغير البطارية بـ 69 دولار. طيب الأشخاص بيقولون لك الحين أوكي، بكم سعره في العراق؟ بكم سعره في مصر؟ بكم سعره في السعودية؟ هذا السعر 69 دولار في أمريكا. أنت على حسب جهازك تقدر تكلم الدعم الفني حق قبل في صار منطقتك موجود في دعم فني وتشوف سعر التغيير عندك في نفس المنطقة. لكن إذا كان عندك أبل كير بلس راح تغيره بصفر، يعني يغيرون لك مجانا اذا نزلت نسبة البطارية حقتك الهيلث تحت 8%. واذا الاجهزة اللي عندك قديمة تحت الايفون 10، الاجهزة اللي تحت اللي هي بالزر، راح يتغير معك قيمة البطارية. اذا كان ما عندك ابل كير بلس راح يتغير معك في 49 دولار، وابل كير بلس برضو مجانا. طيب جينا الشاشة، هذا المشكلة اللي واجهتني انا في الايفون 10. اذا شاشتك انكسرت مثلا في الايفون 11 برو ماكس وال10 اس ماكس، الايفونات الكبيره ذي راح تغير. اذا كان ما عندك ابل اركيد، ابل اركيد في ماسك على ابل اركيد على الابل كير ب 329 دولار. اما اذا كان عندك ابل كير 29 دولار بس. تخيل جهازك شاشته تنكسر تغيره ب 29 دولار بس. طبعا جدول عندكم الحين جميع الاجهزه على اليسار بالابل كير، على اليمين بدون ابل كير، ففي فرق كبير. يعني تخيل من 329 دولار الى 29 دولار بس. انا اعتبر مثل ما تقول الخدمه الذهبيه لحق ابل. طبعا الاشياء دي مش بس التغيير، برضو الدعم الفني لحق ابل يكون 24 ساعه معك، اي وقت تكلمهم يردون عليك. وبرضو انت عندك الاهميه لهم، اذا تكلمتهم عندك ابل كير راح يهتمون فيك اكثر من الاشخاص الثانيين. فالتغييرات عند ابل تغييرات ثلاثه، تكلمنا قبل شوي عن الشاشه والبطارية، والتغيير الثالث إذا اخترب شيء غير ذيلي لازم يغيرون الجهاز كامل. فلو نتكلم الحين تغيير الجهاز كامل، مثلا انكسرت الكاميرا عندك من ورا، لازم تغير الجهاز كامل. فإذا ما كان عندك أبل كير، إذا كان عندك ايفون 11 برو ماكس وبدون أبل كير راح تغير الجهاز ب 599 دولار، يعني قيمة الجهاز تقريبا أو نص قيمة الجهاز. لكن إذا كان عندك أبل كير راح تغير الجهاز 99 دولار، يعني إذا كسرت الجهاز أو صار له شيء راح تغيره ب 99 دولار. حركة حلوة برضو ورخيص مرة. تقريبا جميع أجهزة أبل بالأبل كير راح تغيرها ب 99 دولار. ما راح نتكلم عن الأسعار أو كل جهاز بكم، لأن ما أدري هذا الشخص بتشوف الفيديو هذا في 2020 2021 2023، فروبوت فيديو راح أحطهم تحت لك تضغط عليهم وتشوف الأسعار بكيفك أنت على حسب الوقت وحسب الجهاز اللي موجود، يمكن تغير الأسعار قدام ما ندري. طيب هذا الأبل كير، لكن في خدمة ثانية برضو مش بس أبل كير، اسمها أبل كير بلس مع السرقة، علشان يعرفون ان الجهاز صدق انسرق ولا انت مثلا مخبي الجهاز ولا شيء. طيب لو ننتقل للايباد، الايباد اذا بتغير بطاريه الايباد برضو بالابل كير صفر بدون اي قيمه، يعني مجانا اذا نزلت تحت ال 80% مثل ما قلت لكم. اما اذا لا بدون ابل كير راح تدفع 99 دولار. فما بيتكلم كثير عن الاشياء مثل تصليح الايباد برضو، اذا مثلا الايباد انكسرت الشاشه او انكسرت الكاميرا. مثلا لو نتكلم عن الايباد برو 12.9 انش، إذا كان بالأبل كير راح تدفع 49، إذا بدون أبل كير راح تدفع قيمة الجهاز كامل، يعني لا تتعب نفسك. فهذا الأنواع هنا والصور كلهم، حتى سعر القلم، حتى القلم خش فيه الأبل كير، جميع أنواع القلم، القلم حق الآيباد الجيل الأول أو الجيل الثاني 29 دولار لحق البطارية لو بتغيرها الداخلية. أنا بتكلم الموضوع كله هذا مش بس الأسعار، بكلمكم الميزات اللي أعطونك إياها، تشوفون الميزات والسعر. فكيف تعرف أن جهازك يدعم أبل كير؟ كبداية الجهاز حقك لازم يكون ما فات عليه حين 60 يوم من شرائك للآيباد أو الآيفون الجديد.
في اليابان تقريبا 30 يوم فعلى حسب جهازك انت. بعض الدول لا يقول لك اصلا ما تطلع من المحل، تبي ابل كير لازم من المحل. تقريبا جرير عندنا في السعوديه يسوون كذا، لكن في امريكا هنا لا اطلع من المحل واجلس 60 يوم. كيف اعرف ان الوقت اللي باقي لي؟ تخش الاعدادات عام، حاول تشوف تحت في الضمان حقك وكم باقي. اذا خلص خلاص احيانا يختفي اصلا، يقول لك خلاص خلص الضمان ولا تقدر تشترك في ابل كير. فانت عندك 60 يوم من شرائك الجهاز وتشوف كم لايبادات اقل او غير. اللابتوبات برضو في لهم وقت محدد، فانت على حسب الوقت حقك على حسب الجهاز حقك يقول لك انك تبي تشترك او ما تشترك. لكن نشوف فرق في القيمه بينك اذا كان ما عندك ابل كير وعندك ابل كير. ما عندك ابل كير اذا اخترب جهازك، انكسرت القزازه او انكسرت مثلا الكاميرا، شوف الفرق قيمه التعديل ممكن اكثر من نص قيمه الجهاز. واذا عندك ابل كير 20% من قيمه الجهاز او 10% من قيمه الجهاز. فبرضه تغيير البطاريه حق السماعه الايربودز او البيتس لهم اقيام، حق الكيس الحاله قيمتها، والسماعه بنفس الحاله قيمه اليمين مثلا بالحالها او قيمه اليسار بالحاله، فعلى حسب كذا. الرابط راح احطه لكم تحت. فمتكلم مثل ما قلت لكم ان تغيير الشاشه يختلف، تغيير البطاريه يختلف، تغيير الجهاز كامل اذا انكسر شيء ثاني يختلف. ونوعيه ابل كير تكلمنا لكم عن ابل كير بلس وابل كير اذا انسرق او فقدان، بقيمه ودقيمه. كم القيمه؟ تكلم الدعم الفني عندك في المنطقه ويعلمونك القيمه كلها. اكتب في جوجل بس دعم فني ابل، حط دولتك وتشوف. اذا ما في دعم فني عندك في دولتك، اسف لازم تشوف احد شخص ثاني في الدوله يدعمها. مثل الخليج كلهم تقريبا في دعم فني لحق ابل، تكتب مثلا السعوديه او الامارات الدعم الفني تقدر تدق عليهم وتشوف. طيب طريقه الشراء، هذا الاشياء اللي موجوده في امريكا، ما ادري في الدول الثانيه يسوون نفس الطريقه ولا لا. طريقه الاشتراك في ابل كير في ثلاث طرق، انك اونلاين تخش الرابط تحت راح احط لك، اضغط عليه. اذا ضغطت عليه تختار الجهاز حقك من الاجهزه اللي موجوده، في يقول لك ساين او تسجيل الدخول على الابل اي دي حقك المسجل في الجهاز وتشوف، او انه في خيار تحته انا افضل انك تضغط عليه يقول لك حط السيريال نمبر. فخش الاعدادات عام، حاول وحط السيريال نمبر. بعدها يقول لك مثلا كم باقي عندك وكم قيمه الاشتراك حقك حق جهازك نفسه على حسب الدوله حقتك، لكن في امريكا هذه الطريقه. طيب اذا كنت عندك ساعه ابل كيف تشترك؟ الاعدادات عام برضه في ساعه ابل وتشوف السيريال نمبر، او في الكرتون. إذا كانت الإيربودز عندك كيف تشترك؟ برضو سير النمبر على الكرتون الإيربودز تشوفه، أو من تحت تقريبا لو فتحت الإيربودز راح تشوف سير النمبر حقها وتدخلها عشان تشوف هل باقي في دعم حق الأبل كير عشان تشترك ولا لا. طبعا بحط لكم رابط تحت حق تغيير الشاشة الأبل كير للآيفون، تغيير بطارية الأبل كير للآيفون، بحط لكم الأبل كير برضو للآيباد، لكن بحط لكم جميع الروابط لأن الروابط راح تختلف قدام، تقدر تخش في جوجل وتبحث عنها. لكن أول رابط هو أهم رابط لأن حق اشتراك في أبل كير لحق جميع منتجات أبل، تضغط عليه وتختار الأبل كير حقك وتشوف. بس تقريبا هذا الفيديو، صعب إني أحط لكم الأسعار كلها والأشياء كلها اللي موجودة. راح تشوفون الحين بعض الأسعار اللي موجودة مثل ما تشوفونها في الشاشة الحين حق الاشتراكات أو كم سعر هذا وكم الأشياء دي. طبعا بعض الأشياء يكون فيها فيه مثلا إذا أنا موجود في أمريكا هنا بس المنطقة حقتي ما فيها أب ستور، ما بيدق مشوار لحق أب ستور، ولا في مثلا ستور ثاني معتمد من أب ستور، فتقدر تكلمهم الدعم الفني ويرسلون لك جهاز وترسل لهم جهازك الخربان. إذا كان عندك أبل كير يسوون لك الحركة ويعطيك 10 أيام على ما ترسل جهازك، إذا عدت العشر أيام دي راح يدفعونك قيمة الجهاز كامل. فهذه مثلا لما يقول لك الخدمة الذهبية لحق أبل كذا. فأنتوا بكيفك وأنت على حسب الدولة الموجود فيها وعلى حسب الدعم. فأتمنى الأسعار اللي بيطلع لكم بالدولار، فلحد يسألني بكم بالريال بكم بال، أنت عندك جهازك وإحنا في 2020 فتقدر تفتح جوجل وتبحث بس. خدمة الدعم الفني أفضل لك، خش الدعم الفني إذا كنت في السعودية ويطلع لك الرقم الدعم الفني حق زين موبايلي ستي سي، ودق على أبل خدمة العملاء وتقدر تسألهم جميع الأسئلة حقتك وتشوف. بس هذا الفيديو، وقبل ما انهي الفيديو أبي أكلمكم أنه موجود تحت في الوصف برضو فيديو سويته قبل أسبوع أو أسبوعين لحق خلفيات أبل، سوينا جروب حق خلفيات لحق أبل، موجود الرابط لطريقة اشتراك. فقبل ما تشترك في الجروبات اللي مسوينها في رابط فوقه، أضغط عليه ويعلمك طريقة الاشتراك وتشوف الخلفيات الموجودة كلها. برضو لا تنسون ان عندنا مسابقه سويت حق الايربودز برو او الايربودز 2، اذا حابب يشترك في المسابقه برضو في المسابقه موجوده في الفيديوهات حقتنا. لو تفتح القناه تشوف المسابقه تحت الفيديو هذا باسبوع او اسبوعين نزلتها، شوفها وحظ موفق للي يفوز فيها ومبروك مقدما اللي بيفوز فيها. طبعا المسابقه راح تخلص اذا وصلنا ال 10,000 في الاشتراك في القناه، اذا وصلنا 10,000 راح ابدا اسوي سحب الايربودز. بس ففي نهايه الفيديو تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع، من لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون نفضل دعاكم، والسلام عليكم.